بطبيعة الحال فتوقيع الفريق الرجاء شي حاجة اللي هي كبيرة بالنسبة ليا، خاصة بالنسبة ليا وبالنسبة للعائلة ديالي. فكنظن بلي جات المرحلة اللي خاصنا نرجعوا للفريق ديالنا باش نحققوا مع الألقاب اللي أي لاعب كيطمح أنه يحققها، سيرتو فريق كبير بحال فريق الرجاء البيضاوي. فكنظن بلي التعاقد مع فريق الرجاء البيضاوي فهو تعاقد ديال الأهداف اللي خاصنا نحققهم إن شاء الله في هذا الموسم، باقي ديال الموسم هذا والموسم الجاي إن شاء الله. فبطبيعة الحال فمن بعد فسخ العقد فكنظن بلي كانت عروض كثيرة، ولكن بالنسبة لي أنا كان العرض الأنسب بالنسبة لي هو فريق الرجاء البيضاوي، بحكم كيلعب على أكثر من واجهة. كاين البطولة اللي حنا غندخلو الشطر الثاني ديالها، كاين كأس الكاف، كاين كوب ضرب، كاين بزاف ديال لي كومبيتيسيون اللي جايين. بالنسبة لي أنا كاين عندي الحمد لله من الجد باش أنا نحققو معهم الألقاب كاملين، وإن شاء الله نتوفقوا فيها. نقدر نبداو من ستاف تكنيك اللي سبق لي ان اصلا اشتغلت مع ستاف تكنيك من اسبانيا قبل في فريق المغرب التطواني. بالنسبه للمجموعه فاللاعبين اللي ما سبقش ان طلعت معاهم بحال محسن ياجور في فريق الرجاء البيضاوي، فسبق لي لعبت معاهم فرق قبل بحال عبد الرحيم شاكر، واللي ما سبقش لعبت معاهم فكاين كان المنتخب الوطني المحلي اللي كان كيجمعنا مجموعين. فكنظن بالنسبه للطابطاسيون ديالي في فريق الرجاء ما كاينش مشكل. بطبيعة الحال فسبق لي فزت بطولة في أكثر من محطة، والحمد لله توجت بدوري أبطال الأبطال الموسم اللي فات. فكنظن بلي هذا بلوس اللي نقدر نضيف للمجموعة، ولكن عبد العظيم ماشي بوحدو اللي غادي يحقق اللقب. فكاين واحد المجموعة اللي هي متميزة اللي الأغلبية ديالهم هما في المنتخب، كاين اللاعبين اللي عندهم تجربة سابقة مع المنتخب، كاين جمهور كبير اللي من وراء الظهر ديالك. فكنظن بلي هادو كامل عوامل اللي كيساعدك باش انك تقدر تحقق النتائج اللي انا جي للفرق جا باش نحقق. فجمهور الدرجه البيضاوي ما كيحتاجش ان نوجد عليه نداء، فجمهور الدرجه البيضاوي حنا كنا كنشوف انه ورا الفريق ديالو في السراء وفي الضراء. فبالنسبه لنا حنا عندنا الشطر الثاني من البطوله، نتمنى صادقا انهم ان شاء الله يكونوا من ورانا، نحققوا لهم اللقب اللي باغين، وان شاء الله ما نخيبوش الظن ديالهم لا في البطوله لا في كاس الكاف، وديما راجع.